أكيد مشاهدينا مين بآخر فقراتنا الصباحية وكتار اللي بيستنوا الناحية النفسية والاجتماعية. صحيح زينب، يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء مما عنده بحياته ضغوط نفسية عم يعاني منها، وخاصة بالآونة الأخيرة اللي نحن عم نعيشها، ظروف حرب وظروف اقتصادية صعبة، وأيضا دائما نحن الجو المحيط أكيد بيأثر على الإنسان من الناحية النفسية. رح نحكي عن التأثيرات اللي بتصيب الشخص لبعدين مع العالم، كيف عم يتعامل مع العالم نتيجة الضغط اللي عم يعاني. كلنا عم نعاني ضغوط، ولكن تختلف من شخص لآخر، وبتختلف أيضا من حالة لأخرى. هدول المواضيع كلها رح نحكي عليها وأنواع الضغوط النفسية مع الأستاذة عزة كردي، اختصاصية نفسية واجتماعية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح السلام لبلدنا الحبيب سوريا. يا امين. يسعد صباحك. يعني بدنا نسالك اولا، يمكن الناس تستغرب عن السؤال، بس هو تعريف الضغط النفسي اثره على الصحه كمان، لانه نحن عم نمر بمرحله كلنا مضغوطين نفسيا، ان كان من الوضع العام، ان كان من الوضع الاقتصادي، هموم الحياه، هموم الاولاد، كل عائله عندها هم وضغط معين بمكان أكيد. ما طبعاً. لكن خلينا نعرف الضغط النفسي ببدايه، كيف الواحد بيعرف انه عنده هالضغط النفسي يعني كصحه عم بياثر على صحته؟ طبعا الضغط النفسي اكيد نحن لازم نعرف، نوضح للساده المشاهدين انه الضغط النفسي بيضعف المناعه دائما وبيضعف مناعه الجسم، فبالتالي لنكون نحن قادرين انه دائما نحافظ على صحتنا النفسيه لازم نعرف انه شو هو الضغط النفسي. هو حاله من التباين بين امكانيات وقدرات الافراد بالمجتمع طبعا نتيجه الاحداث الضاغطه اللي عم تصيبهم. هاي الاحداث الضاغطه اللي بتعمل لهم خلل بالوظائف الجسديه والنفسيه والفيزيولوجيه. تماما. يعني كمان استاذه عزه، مسالتك كان زينب عن تعريف الضغط النفسي، وهلا بدنا نسال نحن عن انواع الضغط النفسي. يعني يمكن انا يكون عندي شيء غير مثلا هي، ما يكون عندها شيء غير حضرتك، حسب كمان بتلعب يمكن الشخصيه دور، بتلعب ظروف الحياه المحيطه والبيئه ايضا. نعم. هلا نحن كمان بدنا نوضح انه مثل ما تفضلتي كل هاي العوامل اللي ذكرتيها هي بتساعد او بتساهم على مناعة الشخص انه بمواجهة هذا الضغط النفسي او قدراته على مواجهة الضغط. لكن نحن عندنا انواع الضغط النفسي اللي هي منصنفها بثلاث انواع. الضغط النفسي الحاد، الضغط النفسي الحاد بيكون هو نتيجة مواقف، يعني ممكن يكون انسان مثلا ممكن يكون ماشي بالشارع تعرض لا سمح الله لحادث، هذا العارض بسبب له ضغط نفسي حاد، او اي ظرف طارئ بصير مع الانسان ممكن بحياته اليوميه. الضغط العرضي الحاد بيكون الشخص بطبيعته بيعاني من بعض الأزمات النفسية بالحياة أو عنده توتر كل يوم كل يوم، فهذا التوتر بيعمل له ضغط نفسي عرضي، وبالتالي بيصير هو أيضا بيتوتر وبيصير عنده عصبية لأبسط الأمور. نعم. الضغط النفسي المزمن الحاد يلي هو ممكن نحن نشبهه انه عم نعيشه هلا بظروفنا، لانه هو بيكون نتيجه للظروف دائما اللي خارجه عن اراده الانسان، الظروف الخارجيه. طيب هل له اعراض ظاهره؟ نعم. على الجسم او حتى على النفسيه بحس الانسان باعراض معينه؟ اكيد اكيد اعراض الضغط النفسي اعراض صعبه الحقيقه، ومثل ما ذكرت بنوه للنقطه الثانيه انه هي تضعف المناعه الجسديه، فبالتالي وجب علينا دائما نحاول انه قد ما نقدر نخفف من هي الضغوطات النفسيه علينا ونتاقلم معها. الاعراض الاهم الاعراض اللي بيعاني منها الانسان المضغوط نفسيا، الاعراض الجسديه بصير عنده صداع، غثيان، تشنج في العضلات، تسرع في دقات القلب، ممكن يصير عنده ضيق نفس او سرعة نفس، يعني بصير هيك بتنفسه سريع. ممكن يكون يأثر على مشكلات في العيون ايضا، آلام في الكولون، تشنجات الكولون العصبي معروفة. يعني عندك الأعراض الذهنية بيعمل ضعف تركيز بشكل عام. صح. يعني الإنسان دائما بصير عنده قلة في التركيز بحياته اليومية. الأعراض الانفعالية والعاطفية، دائما بيكون عنده قلق وانفعال لأبسط الأمور اللي عم تصير معه بالحياة اليومية. نعم. والأعراض الأخيرة اللي منعاني منها يعني الأشخاص المضغوطين، الأعراض السلوكية اللي هي بتظهر نتيجة ردة فعل الجسم لحالة كبت للمشاعر والطاقات السلبية، فبيعبر
بيعبر عنا من خلال هز الركبة أو قدم الأظافر، أو ممكن يكون يعني التدخين، إلقاء اللوم والمسؤوليات دائما على الناس، والتعصيب بشكل عام كل المواقف. طبعا هون بس بدي أقول أنه مصادر ضغوطاتنا اليومية بالحياة هي بتكون إما مصادر ضغوطات ذاتية داخلية، يعني من 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 الشخص نفسه، من محيطه، من عمله، من أسرته، أو ضغوطات خارجية هو مثل ما حكينا ما بيكون له علاقة فيها، تفرض عليه فرض، فبالتالي المصدرين هني بيسببوا ضغط نفسي للإنسان. نعم، يعني يمكن حكينا عن الأنواع بالضغط النفسي، خلينا هلأ نحكي كيف يقدر الإنسان يخفف من حدة هذا التوتر. يمكن دائما في أشخاص بيتناولوا أدوية ما لخفض التوتر، أو أحيانا منومات طبعا بتكون بوصفة الطبيب، أو أحيانا لا بتكون اجتهاد شخصي. كيف فينا نحن بلا ما ناخذ نحن هذه الأدوية نخفف من حدة الضغط علينا؟ بيقولوا لك مو بإيدي، كيف فينا لا نحن نربط هذا الشيء يكون تحت سيطرتنا؟ هلا اكيد يعني ما في انسان بالحياه، نحن يعني كلياتنا معرضين انه يكون عندنا ضغوط، ونحن هلا بالوضع الراهن اكيد عم نعاني من ضغوط نفسيه، يعني ما بدنا نحن انه نستثني حدا طبعا، لكن نحن قد ما بنقدر فينا نخفف، نحن بندعم بعضنا، نحن بنساعد بعضنا، نحن بنحاول ما نكون نبتعد عن العزله والاماكن الخاليه من الناس والاشخاص، نحاول قد ما بنقدر انه نحن ننظر لدائما للجانب الإيجابي من أي شيء بالحياة بصير، ما نركز بس على المشاكل اللي عم تصير والضغوطات والمشكلة هي بحد ذاتها، نطلع منها شوي وننظر للأمور الثانية، الحالات الإيجابية اللي عم تصير بمواقفنا بحياتنا، ممكن النعم البسيطة اللي هي حوالينا، فهذا الشيء بخلينا أنه نحاول أن نخفف من هاي الضغوطات، ونحاول نطلب الدعم والمساعدة من الآخرين. يعني دائما مو غلط انه لما انا بحس حالي اني مضغوطه نفسيا حاول اني استعين باصدقائي، حاول اني اكون المحيطه البيئه المحيطه فيه الاهل والاصدقاء، المعارف، اخرج للهواء التلق، يعني مارس هواياتي، اي شيء انا مقدر اني ساعد نفسي انا اني اتخلص من هذه الطاقه والتوتر، اكيد انا ما لازم يعني اوفر هذا الشيء اكيد، وانصح غيري كمان اكيد. يعني هي نصائح عامه لكل عم بيعانوا من ضغط نفسي قوي، لكن خلينا نعرف كمان منك تفصيل، هل الضغط النفسي ممكن يؤدي لامراض نفسيه مثلا مثل الاكتئاب مثل غيره؟ اكيد الضغط النفسي دائما ممكن يكون سبب رئيسي للامراض، اذا الانسان ما تارك الموقف ممكن يؤدي لارتفاع السكر، ممكن يصير عنده الانسان لا سمح الله امراض في القلب، ممكن ارتفاع الضغط، يعني هو الضغط النفسي بيعمل ارتفاع للضغط، فبتصير جلطات، بدل لا سمح الله ما يكون عارض. نحن ما بدنا نخوف الساده المشاهدين، لكن نحن دائما بنقول انه دائما انه حاولوا انه انتم تبسطوا الامور على حالكم، وحاولوا دائما انه تكونوا ايجابيين، ولا تحاولوا تستسلموا للحاله، اي حاله انتم تشعروا فيها بالضغط طلعوا يحاولوا انكم انتم تعملوا اي شيء مشان انه هي الطاقه السيئه او السلبيه تطلع من جسمكم. قدمهم ايضا انه نبتعد عن الاشخاص، خلينا نقول يلي بيعملوا لنا توتر وضغط نفسي. في عنا اشخاص محيطين بحياتنا، كل الاشخاص وهيدي النوعيه من الاشخاص، بكل مثلا بيت احيانا، بكل مكان عمل، بكل بصفوه، حتى بالدراسه في عالم بتعمل طاقه سلبيه، خلينا نقول وضغوطات نفسيه. قديش المهم الابتعاد عنهم قدر الامكان، يعني التخلص منهم كمان للراحه النفسيه. هلا اكيد مهم من الاساس الانسان لازم يكون انتقائي بحياته. انا دائما بقول لما انت بدك تكون عندك محيط سواء كان اصدقاء او بالعمل لازم تكون انت انتقائي، والانتقاء هو فن. نحن لما بننتقي الاشخاص المحيطين بحوالينا نحن من يعني بنكون عم نغلف محيطنا بغلاف ايجابي، فدائما انتقاء الاشخاص ويكونوا ايجابيين وما كثير عندهم توتر دائم او تذمر دائم من الوضع، هذا الشيء اكيد بياثر على طاقه الاشخاص المقابل لإلهم. ومن هون انا كمان بدي نوه لنقطه كثير مهمه اذا تسمحوا لي، فكره دائما نحن في هذا الاوقات وبهاي الظروف اللي نحن فيها نحن كثير بحاجه لندعم بعضنا،
نحن بحاجة للدعم النفسي والاجتماعي أكيد. صحيح. لأنه الدعم النفسي والاجتماعي هو ضرورة مجتمعية. صحيح. وهو دائما ضرورة، وهو بند أساسي من بنود جهود الإغاثة الإنسانية، أنه نحن دائما ندعم بعضنا ونكون نحن نقدم لبعضنا المساعدات دائما النفسية، ونكون يعني ما نحاول أنه نحن نبتعد عن بعض بهاي الظروف الصعبة اللي بتمر فيها البلد. نعم نعم، يعني السند والأمان هو بالنتيجة يمكن اللي بيخلينا نستمر رغم الصعاب مثل ما قلتي. نعم. يعني نكون حد بعض، إيدينا بإيدين بعض، حتى لو كان صديق أو كان حدا أكيد. من العائلة نقدر أنه نثق برأيه ويعطينا هذا الدعم المعنوي أكيد. يعني بالنهاية إذا بتحبي تقولي كلمة أخيرة. أنا بدي أقول بس الدعم دائما، نحن لما بندعم بعضنا نفسيا واجتماعيا هو الدعم أكيد في له أشخاص معينين لازم يكون في عندهم مهارات للدعم النفسي والاجتماعي طبعا، وبس لكن بغض النظر عن دول الاشخاص، اي انسان في العالم فينه يدعم الانسان المقابل له ببسمه، بكلمه، بطبطبه، بكلمه حلوه، بابتسامه. صحيح. بموقف، بمساعده، باي شيء ممكن نحن نساعد بعضنا، فنحن ما لازم نبخل على بعضنا اكيد. وبتمنى السلامه للجميع، يا رب تكون ايامنا هيك القادمه اجمل باذن الله. ان شاء الله يا رب، مثل ما ذكرتي ان شاء الله هيك نتخلص من الضغوط المحيطه اكيد، سواء خارجه عن ارادتنا ومحيطه فينا بارادتنا. ان شاء الله هيك ما حدا بيضل مضغوط نفسيا. الانفراج الجميع يعني النفسي والمادي أيضا. ان شاء الله الانسان دائما بيكون عنده تفاؤل، دائما بينظر لاي حدث بيصير بالحياه انه نحن عم ننتظر ما وراء هذا الحدث. اكيد بالظاهر هو الحدث بيكون سيء، لكن اكيد هو مخبي لنا شيء جميل. بنقول باذن الله نحن بنتفائل دائما ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتيها. شكرا لكم ولاستضافتكم، يسعد صباحكم. شكرا لك.